احمد محمد نجيب، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحاف. هنتكلم النهارده عن السمنه، اهم شيء. والسمنه دي مشكله كبيره بتواجه يعني الشعب المصري على العموم ككل يعني. والسمنه دي كمرض تعرفها حسب منظمه الصحه العالميه يعني في الايام يعني سنه 2000 و2001 هو تراكم غير طبيعي للدهون طبعا في الجسم، فبيسبب الضرر. بيلحق الضرر عن طريق زيادة الوزن، دي هتبقى ليها مشاكل على المفاصل والأعضاء ومن ثم الحركة. السمنة ليها أسباب كتير، ممكن تكون وراثية، ممكن تكون خلل في الهرمون نفسه، الهرمونات في الجسم، ممكن تكون أسبابها في مشاكل في التمثيل الغذائي في الخلايا. ممكن بقى نسيب من ده كله الحاجات الطبية، في بقى ايه عن طريق الخطأ في العادات السيئة او عادات سيئة خطأ، ان انا ممكن اكل وانام، اكل مثلا وجبات سريعة، الفاست فود، الكلام ده كله. طبعا يجب ان احنا نعالج الامور دي كويس وبشكل سريع. التدخل المبكر في علاج السمنة ده يبقى اهم شيء في علاجها. طبعا بحسب قصة السمنة دي الوزن على مربع الطول، يعني بمعنى آخر إن لازم ما يعديش يعني في رينج 25% في القصة دي. تمام. طيب إزاي أعالج السمنة؟ إن أنا بوزن الأول العيان وبعمل له عملية أسسمنت كاملة ليه. طيب بعمل أسسمنت دي إزاي؟ عن طريق الوزن وعن طريق قياسات، طبعا عن طريق في جهاز اسمه البادي ماس اندكس، وممكن بعمله عن طريق في الاجهزه اللي هي الحديثه دلوقتي، في ان هي بتقيس الميه والدهون والعضلات والى شيء. طيب بعد ما بعمل التحليل للجسم كله كده والمريض عندي ما فيش اي مشاكل صحيه غير موضوع السمنه ده، بنبدا العلاج. اهم شيء في علاج السمنه ان هو بينتظم على نظام غذائي معين. النظام الغذائي ده انا مش بقول للمريض ان هو يعني حاجة هتجبرك على حاجة، لا، ده هو دايت، يعني ازاي انظم اكل. انظم اكل بالساعة، الفطار والغداء والعشاء، ده اهم شيء في علاج او في ايه في قصة السمنة دي. ممكن امارس بعض الرياضة، تمام، بس لازم طبعا امارس فوق النص ساعة، الحرق بيبدأ فوق نص ساعة. في أدوية برضو بتعمل عملية تثبيط للشهية، تمام، وفي أدوية ممكن بتقفل، بتملى زي تحسس إحساس بالامتلاء، ممكن أستخدمها إذا تطلب الأمر. تمام. دي الحاجات العامة اللي أنا ممكن أقدر أستخدمها للسمنة. في حاجات بقى موضوعية اللي هي الحديثة دلوقتي عن طريق الحق او عن طريق الاجهزه الحديثه اللي هي طلعت زي الكافيتيشن والكرايولايبوليسز وفي الكولد ليزر، دي اجهزه برضو بتساعدنا في التغلب على السمنه الموضعيه. في بقى عمليات بس ده خارج من مجال يعني مجال الدايت والكلام ده، العمليات بقى الايه الجراحيه اللي هي زي تكميم المعده وتحويل المسار ولا ايه الى هذا القبيل، ده بنقدر نتحكم في عملية السمنة كويس.